يعني أكيد الأجواء في العالمين دلوقتي يعني كلها حماس، لأنه مصر جابت جول في أولمبيات باريس على طبعا نظيرها المنتخب الفرنسي الأولمبي. كل التوفيق لمنتخبنا، وأكيد إن شاء الله إن شاء الله النهاردة هنفرح فرحة كبيرة وهننقل أكيد الأجواء من العالمين عاملة إزاي. فاطمة هتحكي لنا كمان شوية، لكن دلوقتي إحنا مكملين معاكم بقية اللقاءات عن مسرحية الشهرة، فخلونا نشوف لقاء عملته جمانة مع عدد من أبطال مسرحية الشهرة. معاكم من على مسرح يو ثياتر ضمن فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانيه، مكمله معاكم وانا معاكم دلوقتي من كواليس مسرح يو ثياتر. وحقيقه واحنا بنتكلم على مسرحيه الشهره، يمكن من اكتر الحاجات اللي لفتت نظري من اول ما بدخل كده عند يعني باك ستيج، السبيريت او الروح اللي موجوده بين الكاست كله، كل في طاقه ايجابيه بشكل رهيب، الناس كلها بتهزر مع بعض بتضحك، في اجواء حلوه قوي قوي قوي. وانا بتمشى بقى كده في المسرح لقيت مجموعه كده قاعده لذيذه جدا، ما قدرتش اعدي الفرصه دي، قلت لازم نتعرف كلنا عليهم. مساء الخير يا جماعه، اسفه ان انا دخلت فجاه عليكم بس حسيت ان عايزه ابقى صاحبتكم قوي، معلش. فانا هتعرف عليكم بقى، اتعرف عليكم واحد واحد. هبدا طبعا ليديز فيرست. انا جهاد ممثل بس. اهلا وسهلا، دي مفاجاه. ازيك يا جهاد؟ سائر دانسر وممثل وبعزف تشيلو. قايل انا صلاح بجاتو، مغني وملحن، بيقولوا بقيت ممثل، معرفش ده حصل امتى وازاي، بس انا صلاح انا يعني ربنا يخليكي، ربنا يستر. والله ابدا والله والله احنا كامل مشاكل هنا بالزق، معرفش نفسي انا كنت نايم في جوه بس مش بره، هو جوه المسرحيه. اه عامل دافع عنك جهاد ازاي؟ الصراحه لكم الروح خطيره، الروح خطيره هنا. انا احمد خليل ممثل. بيك انا هنا بير ممثله. انا سعيده قوي بوجودي معاكم الحقيقه، وخليني ابارك لكم. يمكن مسرحيه الشهره عامله ردود افعال قويه جدا جدا جدا. انا عارفه ان انتوا مش هتعرفوا تحرقوا قوي حاجات كتير عشان الناس تيجي تشوف المسرحيه وتتفرج، بس يعني مش عايزه تقول لنا حاجه؟ عايزه اقول لهم انه هيلاقوا مفاجاه كبيره جدا جدا فيما يخص احد التلاميذ. احد التلاميذ معنى كده ان في تلاميذ. طب اعرف دورك ايه؟ جزء صغير. انا سفيره نائله جندي، مش هقدر اقول اكتر من كده. ميك سنس. دورك حابب تقول لنا حته عنه؟ انا اكتر واحد بمثل جد معانا. اكتر واحد؟ الوحيد اللي بمثل جد في المسرحيه. الوحيد اللي بتمثل جد؟ اه هو داخل المسرحيه بيهزر واحنا كلنا مطلعين عينه اصلا. صراحه انا سمعت اكتر واحد مطلع عينه بصراحه. انت اكتر ليه اكتر واحد بيطلع عينه؟ طول بقى بيشرح ان هو بقى عارفه انت الطلبه اللي هم اللي بيذاكروا دول ونضارات وبتاع. مع ان انت لابس نضاره. مع ان انت اللي لابس نضاره. لما كبرت بالظبط. انا سريقها منه. هنا غير اللي بيعمله جوه خالص. اه ازاي تاني؟ في المسرحيه انا طول الوقت بقفشه بقى وبرخم عليه وكده. وفي الحقيقه ما بترخمش عليه؟ لا الحمد لله مش برخم على حد. لا خلاص انا غلبان قوي. جهاد انا 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 شفت سمعت حاجه كده وانا معديه خضتني قوي، يقوليها كده. لما السال مش محتاجه اتكلم. بقول لك انا معجبه بيه اصلا طول المسرحيه، معجبه بيه وكل شيء يقول لما السال لما السال كل ما لو اتنفس. اسمك ايه بقى؟ في اسمي تاني. عايزه السقفه دي تاني بقى. لما السال. هاني عبد ربه مبدئيا. هاني عبد ربه. طب انا عايزه اسالكم بقى على الكواليس اللي موجوده واحنا انا بتفرج، انا وانا يعني معديه كده لقيت في روح حلوه قوي وعمالين تهزروا مع بعض، فانا دخلت نفسي واقحمت نفسي عليكم، انا اسفه جدا يا جماعه. فبجد كلموني عن الروح اللي موجوده بينكم، فكره التدريب مع بعض، وانتوا قد ايه يور سبورتنج ايتش اذر بشكل كبير جدا، بتدعموا بعض بشكل كبير جدا، وانا بتعرف عليكم حتى يعني كل حد مش بيعرف نفسه، هو بيعرف زميله اللي جنبه بجد وبيشيد بيه اكتر. انا حاسه انت اتأثرت. انا اتأثرت مش قادر. تمثل بدري قوي. فكلميه اكتر عن السبيريت بجد اللي موجوده دي.
بصي، هو السبب والله العظيم في اللي احنا فيه ده كله في الاول خالص استاذ خالد، لان هو احنا كنا جايين الاول دانسرز وممثلين، وممثلين مش من كل حته، يعني ممثل من ورشه معينه، ممثل من مكان معين، حد ما مثلش قبل كده، فكل دول جمعهم استاذ خالد في حاجه هو شايفها هتخدم وهتنفع العرض ده. وفعلا هو ليه نظره صائبه في ان كل الناس اللي جايبها ما فيهمش حد بجد مش سوبر تالنتد، مش اللي هو حد موهوب، لا لا، يعني ابسط مثال ايش بص شاورت عليك يعني وابسط مثال وابسط مثال فماني. فهم ما شاء الله عليهم، يعني كل حد انا اتعلمت منه حاجه واكتر من حاجه كمان بجد، فهي دي بقى الروح بجد اللي موجود. صراحه انا سمعت انه عامل مشاكل، هو جنبك هنا شوف الموضوع ده، معلش يعني يمكن ناخد بوابه. صراحه سمعت انت بتغني. انا بغني، انا مش ممثل، وانا ما اعرفش ليه انا موجود هنا اصلا. انا اللي جنني. اه والله، بس هو استاذ خالد قرر يديني فرصه، دي اول مره في حياتي اقف على مسرح وامثل. وقفت على مسارح كتير جدا وغنيت حفلات كتير جدا، بس اول مره بقى اقف امثل وانا مش شغلانتي ومش موهبتي ومش صنعتي. فطلع طبعا ركبي بيتخبط في بعض طول الوقت ومش فاهم حاجه وعمال عرق وعمال اللي هو بس خطر بجد. كلهم ممثلين شاطرين جدا، واقل واحد فيهم واقف على ستيج سنين وعمل مثلا عروض كتير جدا، وانا الوحيد اللي دي لسه اول تجربه ليا. فبجد كل الناس طول الوقت طول الوقت راقصين وممثلين وانتاج واخراج، وكل الناس طول الوقت بيطمنوا عليك، انت كويس ما تقلقش، انت جامد، اعمل كذا ما تعملش كذا. فده اصلا خلاص بيحسسك ان بيطمنك جدا. انا وانا على الستيج والستاره شغاله هم بيحركوني، يعني خليل مثلا نبقى في مشهد الاقيه بيشدني من ظهري، اقف كده ما توقفش كده عشان لو وقفت كده اللي في ظهرك مش ده بيحصل. واحنا على الستيج شكله طيب، انا حاسه كلهم يا جماعه والله العظيم حاسه في طيبه كده، خليل ومودي وعادل وصلاح ويوسف، كل الكاست عشان كده انا باجي عليه في المسرحيه. انا يكون في المسرح غلبان وبروح له على طول. ولا بصراحه كله بياخد باله من بعضه هنا، يعني كلنا بناخد بالنا من بعض. تحبوا؟ اسف، انا عايز اقول حاجه، هي برضو المسرحيه استاذ خالد يعني هو بيعتمد اكتر على الارتجال، ف صعب قوي على فكره بالظبط. فهو بيدينا الفكره الفريم اللي احنا المفروض نشتغل فيه، وبيخلي كل واحد يكريت مشهد لنفسه. انا اكيد مش هكريت لوحدي، فانا ببقى شغال مثلا عايزهم يبقوا معايا، فبنجمع كلنا مع بعض ونبتدي نكريت مع بعض المشهد اللي احنا عايزين نعمله. فلازم تبقى طاقتنا كويسه مع بعض، لان انا مش هعرف اشتغل مع بجاتو واحنا مش في بقى نفسيه ضغينة ضغائن او اي عكوسات او اي حاجه. فانا لازم كلنا نبقى روحنا حلوه مع بعض عشان نعرف نعمل ده. هي باينه الحقيقه، هي باينه الحمد لله الحمد لله. تحبوا صلاح يغني ايه؟ احنا ناخد بقى فوتين كده، تحبوا صلاح يغني؟ انا عندي حاجه، هو صلاح هيغني جرحونا بدمش عين، تمام، هيغنيها بجد وانا هغنيها وراه بالله. ايه ده، انا موافقه جدا. لا انا وعايزه تهاني، كمان تدخل وخليل تدخل باللغه العربيه، واكيد السفيره لازم يكون ليها برضو تاتش في الموضوع. انا مش عايزاكي تفكري مرتين، ما تفكريش مرتين. فكرت بجد، يعني لو ما فكرتش قصدي خلاص كل حاجه هتظبط. لا غني غني بسرعه، غني بسرعه. تيرارارا جرحونا برمش عين عين، وكلامهم مسنا سالونا نبقى مين، قدمنا نفسنا قلنا احنا اللي القمر يا قمر معرفش يذلنا، ده الناس طلعوا القمر هم وقمرنا نزلنا. الله.